البشائر في أحر التهاني مع خالص التبريك في شهر رمضان. أهلا به شهر الهداية والتقى، أهلا بشهر العفو والغفران، أهلا به شهرا يقوم يقوم أمرنا ويردنا لحظيرة الرحمن. مشاهدينا، نبقى في حظيرة الرحمن لنبتهل إلى الله في هذه الليالي الرمضانية المباركة، ونرحب بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج نغم الوجدان بصحبة ضيوفنا الكرام الفنان راشد غلام والفنان أندردوغان وعازف القانون جكسال باكتاجير، ونوجه التحية إلى كل أعضاء الفرقة الموسيقية. الفنان راشد غلام، أحب أن أسألك سؤالا، برأيك ما هي الموسيقى؟ كيف تستطيع أن تحدثنا عن الموسيقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموسيقى هي جزء من تجلي الجمال الإلهي في الوجود. الله سبحانه وتعالى جميل، يحب الجمال، ويحب الجمال، ونثر جماله في صنعته، نعم، في مخلوقاته، في موجوداته، فنحن نرى في صنعته المخلوقة جمال الصانع. الموسيقى هي جمال الحق المسموع، ما أبدعه الله سبحانه وتعالى في الموسيقى يرينا جمال الحق سبحانه وتعالى. الأرواح الطيبة من خلال تنسمها لتجليات الجمال في الموسيقى، نعم، تقترب من الله، نعم. ولذلك الموسيقى هي قوالب ينثر فيها المسموع الجميل، نعم، المسموع الأزلي، قيل لرويم وهو أحد العارفين، لماذا تهتز الأرواح طربا عند سماع الصوت الجميل؟ فقال لأنها تتذكر جمال نداء الحق الأول، ألست بربكم؟ نعم. فالصوت الجميل كما قال الله في القرآن يزيد في الخلق ما يشاء ما يشاء، وفي قراءة شاذة يزيد في الحلق ما يشاء. الصوت الجميل والنغم الجميل يبعث على حب الله، يبعث على اقتراب من الله، نعم، يبعث الوجدان على الشوق إلى الحضرة العلية. نعم، إذن الموسيقى هي لغة الأرواح. نعم، إذا استعملت بشكل جيد، بشكل إنها جيد، آلة. نعم، إذا استعملت بشكل جيد وفي قالب جيد وأيضا بقلوب جيدة، لأن، نعم، ما كان من القلب يصل إلى القلب، وما كان، لأنه إذا لم تكن النفوس طيبة تصير الموسيقى أو العزف على الموسيقى نوع من دعوة إلى الدوابية والتراب. نعم، خلينا في، يعني دعنا من هذا الحديث عن الدوابية، نحن في نغم الوجدان. نعم، ونغم الوجدان هو ما يجعل القلوب تجد الشوق إلى الحق وتجد حب الله ورسوله بالنغم وبالموسيقى الجميلة. نعم، وأهلا أيضا بالسيد إلى الموسيقى. ما رأيك أستاذ راشد أن تسمعنا الوصلة الأولى؟ ما هي الوصلة الأولى؟ الوصلة الأولى هي ابتهال رباني، يا من يرى ما في الضمير ويسمع. الله، أنت المعد لكل ما يتوقع من نغمة راست إن شاء الله. مرحبا. إن شاء الله، تفضل.
Thank you.
ما شاء الله، عزف جميل وغناء جميل وإنشاد رائع. الله يبارك فيك. غناء رائع طبعا. أما الآن الآن أستاذ راشد غلام ستقوم بإسماعنا شيئا من الموشحات الأندلسية. إيه نعم، موشح أندلسي لما بدا يتسنى. نعم، كلنا آبان صاغية لك، تفضل.